حبايبي جريد 3، في جيتس انام، هوفنتليش جوت، ان شاء الله تكونوا بخير يا حبايبي. نعمل النهارده مراجعه على كل الدروس اللي اخدناها. ان شاء الله الدروس سهله ومحدش يقلق من الامتحان، وانتوا يا جريد 3 قدها، انا عارفه ان انتوا شطار جدا. اول درس اخدناه يا حبايبي دي تصالن، دي تصالن، اينز تواي دراي فيا فنف زكس سيبن اخت ناين تين، اينز تواي دراي فيا فنف زكس سيبن اخت ناين تين. تمام. بعدين اخدنا درس اسمه دي فاربن، دي فاربن يعني الالوان، جلب بلاو غوت جرين، جلب بلاو ازرق روت احمر جرين اخضر. بعدين حبايبي اخدنا كمالة الالوان، روزا بينك اورانج واورنج، فايس اللي هو الوايت، جفارتس جفارتس اللي هي اللون الاسود. حبايبي جمل اخدناها في منتهى الاهمية، الجمل دي في منتهى الاهمية ومش هقول تاني. دبلومة استبلاو الوردة زرقاء، او دبلومة استغوط الوردة حمراء، دي زون استجلب، دي زون استجلب الشمس صفراء، دركلي استجرون والعشب اخضر، درهمل استبلاو والسماء زرقاء. دي ممكن يجي فيها سؤال اوردن تو او ري ارينج، ري ارينج اللي هي بالانجلش ري ارينج رتب. تمام يا حبايبي. بعدين اخدنا درس ديكلايدونج الملابس، ديكلايدونج اخدنا دير بلوفا، دي هوزا، داستي شيرت، دي انتر هوزا. تمام. اخدنا بعدين دي ياكا، دير هوت، دي زوكن، دي شوها. تمام. وقلنا الدرس او الجراماتيك اللي موجود على الدرس هنا يا حبايبي، دا سيست دي ياكي بمعنى هذا هو الجاكيت، دا سيست دير هوت هذه هي القبعة. طيب بالنسبة لحاجة زي دي زوكن ودي شوه، قلنا دي كلمات بلورال كلمات جمع، هيجي معاها داس زند، داس زند يعني دا سيست دي ياكي، دا سيست دير هوت، دا زند دي شوه، دا زند دي زوكن، سوري دي زوكن وند دي شوها. قلنا داس زند لان الكلمة بلورال جمع، وداسيس لو الكلمة زينجولار او مفرد. لحد كده مفيش اي صعوبة ان شاء الله. كل الحاجات دي لحد دلوقتي ممكن تجيلي اوردرن تو، او ممكن تجيلي في الاوس فيلن، اوس فيلن اللي هي تشوز. تمام. بعدين اخدنا بايم ارتست، بايم ارتست لدى الطبيب، اخدنا كور بارتايلي، كور بارتايلي معناها البادي بارتس، بادي بارتس، داس اوجا العين، داس اوجا العين، دير موند، دير موند الفم، دي نازا، دي نازا مينز نوز، داس اوا، داس اوا مينز اير الود. والدرس ده يا حبايبي عليه القاعدة المهمة، فاس ايست داس، فاس ايست داس، خليكم معايا مركزين، فاس ايست داس ما هذا، داس ايست اين موند، داس ايست اين نازي، داس ايست اين اوجي. تمام. ولو نفتكر مع بعض يا حبايبي، لما قلنا هقول اين لكل كلمة ادتها داس او دير، واين لاي كلمة ادتها دي. طيب افرض كلمة زي شوها وزي زوكن بيجي معها داس زند، قلنا البلورال هات كاينن اون بيشتمت ارتيكل، بمعنى ان الجمع ملوش ادات نكرة، قلنا اين واين، اين واين ادوات نكرة بتدل على المفرد، ولذلك لو نفتكر مع بعض ان الجمع ملوش اداة نكرة، ملوش اداة نكرة. واخدنا بعدين there are، das bein، die hand، der fuß، there are دراء، das bein الساق، die hand الايد، der fuß القدم. خلاص يا حبايبي.
درس العائلة ده احنا واخدينه من السنة اللي فاتت، دي فاميليا، موتا، فاتا، شفيستا، بهودا، اوكي، اوبا، جدو، اوما، تيتا، اونكل، عمه او خاله، دي طنط، دي طنط اللي هي خالته او عمته. والدرس ده يا حبايبي مش عايزاكم تركزوا عليه، لان دي من اخر الدروس اللي اخدناها. الامتحان سهل جدا، الامتحان هيجي اوردر نتسو رتب، هيجي اوس فيلن، هيجي فيه اختيار، تمام يا حبايبي، محدش يشيل هم الامتحان خالص، سهل، احنا بس نحفظ الكلمات، لازم نكون فاهمين الكلمات كويس، فاهمين القاعدة بتاعت الاون بشتمت ارتيكل، ادوات النكرة اللي هي اين اند اينر، قلنا يا حبايبي اين تيجي مع اي كلمة اداتها دير داس، اينر مع اي كلمة اداتها دي، بس بشرط تكون سنجولار. طب كلمات بلورال زي شوها وزي زوكن قلنا هتكينن اون بشتمت ارتيكل ملهاش اداة نكرة. اوكي حبايبي، ان شاء الله اشوفكم بخير وتحلوا الامتحان كويس وتبعتوه لي اصححه، وام شور انا واثقه ان شاء الله كلكم الفول مارك. تشوس تشوس.